ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نتكلم اليوم في مجموعة أو عن مجموعة من أنواع علوم الحديث. نبدأ الكلام في النوع الثاني والأربعين، وهو يتعلق برواية الأقران والمدبج. المدبج إذن هما نوعان من الرواية. نوع يسمى رواية الأقران، ونوع يسمى المدبج. إذن لدينا تسميتان. التسمية الأولى هي رواية الأقران، والتسمية الثانية هي المدبج. إذ هما نوعان متداخلان، رواية الأقران مع المدبج متداخلان. إيه معنى القرين الأول؟ رواية الأقران، الأقران جمع مفرده قرين. ما معنى كلمة قرين؟ القرين في العرف الاصطلاحي يعنى به الصاحب، الصاحب المقارب لك، المقارب لك سناً أو رتبة. كل من كان مقارباً لك في السن أو في الدرجة العلمية يقال عنه إنه قريب. فلو كان سنك مثلاً 50 سنة وقرينك سنه 45، هذا قريب، لأنه قريب من السن. ولو كان سنه 50 سنة كان أيضا قرين، لأنه مساوي. إذن مصطلح القرين يعنى به الصاحب المتقارب أو المساوي لك في السن أو الرتبة العلمية. فلو أنك برتبة أستاذ، وهناك إنسان آخر برتبة أستاذ، أنتم الآن قرينان في الرتبة هي في الرتبة العلمية. إذن حين نريد أن نحدد رواية الأقران، رواية الأصحاب المتقاربون سناً ورتبة، أو سناً فقط أو رتبة فقط. طيب، هنا لو كان هناك قرين لك، لو كان هناك قرين لك متقارب معك في السن، فروى عنك، روى عنك أنت، هذا يسمى رواية الأقران، يسمى رواية إيه؟ طيب، فلو أنك رويت أنت عنه أيضا، لو أن كل منكما روى عن الآخر، هذا يسمى تدبيج، يسمى إيه؟ تدبيج. إذن ما الفرق بين رواية الأقران والمدبج؟ أن المدبج عبارة أن كل قرين يروي عن الآخر، خلاص؟ أحمد قرين علي، وعلي قرين أحمد. فلو أن أحمد روى عن علي فقط، فقط يسمى ذلك رواية الأقران. فإن وجدنا رواية أن علي روى عن أحمد، انتقلنا من رواية الأقران إلى المدبج. هذه صورة واضحة. إذن لا تريد أن تخرج إلى أنها تريد أن تخرج، هي تريد أن تخرج، اتركها بقى، اتركها. لا لا لا. إذن الآن عرفنا أن رواية الأقران هي نوع من المدبج، وأن المدبج نوع من رواية الأقران. الصورة الآن واضحة. يبقى إذا كان هناك صاحب لك، مقارب لك أو مساو لك في السن، روى عنك
وأنت لم تروي عنه أدخلنا ذلك في منظومة رواية الأقران. فإن وجدنا أنك قد رويت عنه وبادلته رواية برواية انتقلنا إلى نوع آخر يسمى المدبج. حاضر. المدبج هذا يعني أول من أطلقه الإمام الدارقطني، وقال هو مأخوذ من دباجتي الوجه، يعني الصدغان أو الوجنتان متساويان متقابلان، فكما أن أحد القرينين روى عن الآخر والآخر روى عن الآخر فهذا يسمى التدبيج. هذا النوع في منتهى الأهمية، يعني علماء الحديث الحقيقة لهم جهد مشكور وسعي حميد في تقصي روايات الرواة. هل الراوي كمثال، هل الراوي صاحب للمروى عنه، قرين للمروى عنه في السن أو في الرتبة؟ هل الراوي هذا ابن والمروى عنه أب أو العكس؟ هذه ظاهرة لفتت انتباه علماء الحديث، ولذلك يبقى إحنا نحن لا نطلق كلمة قرين إلا إذا وجدنا راوياً صاحباً متقارباً لك في السن أو في الرتبة أو مساوياً لك روى عنك، لا نطلق كلمة قرين إلا من هذا الإيه؟ إلا من هذا المنطلق. إيه الفائدة من دراسة الأقران؟ إيه الفائدة؟ يعني ما الفائدة التي تعود علي وعليك من دراسة ظاهرة الأقران؟ واحد، الهدف من هذه الدراسة ألا يتوهم طالب العلم حين يرى راويا صاحبا روى عن زميله المقارب له في السن والسند، ربما يتوهم هذا الطالب العلم أن هنا خطأ. كيف زميل يروي عن زميله؟ هو يعلم أن التلميذ هو الذي يروي عن الشيخ، لكن هذه الظاهرة لفتت الانتباه. فهو حين نقول لو ينبغي عليك أن تدرس ظاهرة رواية الأقران وهو التقارب في السن أو في الرتبة، ستدرك تماما أن ليس هنا خطأ، لأنه ليس هذا من قبيل رواية الأصاغر عن الأكابر، لا، هذا من رواية الإيه؟ الأقران. يبقى نمرة واحد، من أهم الفوائد التي تعود على طالب علم الحديث من معرفته لهذا النوع من العلم حتى لا يتوهم أو لا يتصور أن هنا خطأ في السند أو أن هنا قلب في السند أو أن هنا كيف يتسنى أن يكون هناك زميل لك أو صاحب لك أو قرين لك يروي عنك، فيقطع دابر هذا ويعلم أن هذا من قبيل دراسة الأقران. طيب، لما نأتي إلى التدبيج ويقول يعني مثلا روى أحمد عن علي وعلي عن أحمد، أحمد عن علي وعلي عن أحمد بواو العطف، هنا قد يخطئ فيقول عن علي فينقل العن إلى الواو العطف، وليس هذا أبدا مرادا بحال من الأحوال. إذن هذه ظاهرة موجودة عندنا وسنضرب لها الأمثلة. مثلا تبين لنا من خلال الدراسة أن من الصحابة من روى كصحابي روى عن صاحب، يبقى لو وتبين أن عائشة روت عن أبي هريرة تدخل في رواية الإيه؟ الأقران. عائشة صحابية وهي قرين لأبي هريرة، ثبت عندنا أنها روت عن أبي هريرة. طيب، وتبين لنا أن أبا هريرة روى عن عائشة، فانتقلنا من مرتبة الإيه؟ الأقران إلى رواية التدبيج. الأمر الآخر، وجدنا في مجموعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. خلي بالك، هذه ليس من رواية التدبيج، إنما هي من رواية الأقران.
يعني صحابي يروي عن زميل له والزميل يروي عن زميل له، يبقى في أربعة من الصحابة من قبيل رواية الأقران وليس من قبيل التدبيج. فمثلا عندنا أربعة من الصحابة، احنا عندنا أبو عائشة مع أبي هريرة وأبو هريرة مع عائشة، دول اثنين في الصحابة. عندنا أربعة من الأقران في الصحابة يروي بعضهم عن بعض الآخر، وهو إيه بقى؟ مثلا سيدنا ناخذ مثلا سيدنا السائب بن يزيد صحابي، السائب بن يزيد روى عن حويطب ابن عبد العزة، السائب بن يزيد روى عن حويطب ابن عبد العزة، وحويطب روى عن عبد الله بن السعدي، وعبد الله بن السعدي روى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يبقى أربعة من الصحابة، السائب بن يزيد صحابي، وده أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معه ست سنوات، اللي هو مين؟ وروى عنه أو حفظ عنه رضي الله عنه، وهو من آخر الصحابة موتا، وآخر الصحابة موتا بالمدينة، اللي هو من؟ السائب بن يزيد، آخر الصحابة موتا، لأنه مثلت يعني من 91 إلى 94. طيب، وهو آخر الصحابة موتا بالمدينة، خلي بالكم من المصطلح، هو من آخر الصحابة موتا على الإطلاق، افهموا هذا، من آخر الصحابة موتا على الإطلاق، ضمن مجموعة من الصحابة تأخرت وفاتهم. ضمن مجموعة من الصحابة تأخرت وفاتهم، يعني هو ضمن أنس بن مالك مثلا، برضو مثلا 93 مثلا، يبقى مصطلح يبقى من آخر الصحابة موتا، خلاص يبقى ده ضمن منظومة من الصحابة تأخر إيش؟ وفاته. طب أنا بقى بقول لا، هو آخر الصحابة موتا بالمدينة، خلاص آخر يفاته، اللي بيفرق بين المصطلحين كلمة من. فلو أنك قلت من آخر الصحابة موتا، أي ممن تأخرت وفاته بعد رسول الله مع مجموعة من الصحابة، إنما آخر صحابة موتا في مكان معين وهو المدينة هو السائب بن يزيد، وده احنا قلنا أدرك من الزمن النبي عليه الصلاة والسلام ست سنوات. هذا روى الحديث اللي هقوله الآن، شيخه في هذا الحديث هو حويطب بن عبد العزة، وهو أيضا من أعيان قريش، أسلم في فتح مكة، يعني معناها أسلم في فتح مكة يعني أسلم كبير وعاش يعني حبيب الإسلام، ومات سنة 54 وهو معمر، يعني حوالي 120 سنة، يعني عمر 120 عاما. طبعا هو صحابي مش مشهور، حويطب بن عبد العزة أسلم في فتح مكة ومات سنة 54 وهو 120 سنة، هو أحد الذين أمرهم عمر بن الخطاب بتجديد حدود الحرم. حويطب بن عبد العزة أحد الصحابة الذين أمرهم سيدنا عمر بن الخطاب بتجديد حدود الحرم، يعني مثلا من طريق التنعيم ومن طريق العراق ومن طريق اليمن ومن طريق الطائف، ده كان له دور كبيرا في تحديد حدود الايه؟ الحرم. ايضا كان من المؤلفة قلوبهم الذين اعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام، انتوا عارفين حنين كان بعد فتح مكة، اعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين 100 من الابل. هنتكلم على الصحابي اللي هو يكاد يكون مأمور، هو حويطب ابن عبد العزة. يبقى هو اسلم في فتح مكة، خلاص، وكان اسلامه حميدا، وهو احد الصحابة الذين امرهم عمر بن الخطاب بان يضعوا معالم وحدود للحرم، سواء من الشرق من الجنوب من الغرب الى اخره، وهو من مؤلف قلوبهم. ومن العجيب ان هذا الرجل حضر معركة بدر وكان مشركا، يعني كان في صفوف المشركين، وقال يومها رأيت الملائكة تقتل وتأسر، فقال
هذا رجل ممنوع يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة كافر كما ورد في مستدرك الحاج. يبقى احنا عندنا السائب بن يزيد روى عن مين؟ عن حويطب، وحويطب روى عن عبد الله بن السعدي وهو قرشي ايضا توفي بالمدينه سنه 57. توفي سنه كم؟ 57. طبعا سيدنا عمر بن الخطاب معروف. يبقى السابق، يبقى ده احنا بنتكلم على روايه، مثال لروايه الاقران من الصحابه اربعه يروي بعضهم عن ايه؟ عن بعض. ذكرنا الان حديث مثال السائب بن يزيد عن حويطب عن عبد الله بن السعدي عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءك الله. ودي حديث ارجو ان تنتبهوا اليه، لاننا نسال كثيرا عن مثل تلك المسائل. ما جاءك الله به من هذا المال، ما جاءك الله به من هذا المال من غير اشراف ولا سائل فخذه، والا فلا تتبعه نفسك. يعني ايه الحديث؟ طبعا هذا حديث في البخاري، معناها اذا جيء لك باي مال من حيث لا تحتسب، جاء انسان فقال لك خذ ال10,000 جنيه، ما دمت لم تطلبها، أتفهمون كلامي؟ ما دمت لم إيه؟ ولست حريصا أن تعطى لك هذه الأموال فخذها، أنفق منها، تصدق منها، تمول منها، وإلا لا تتمنى هذا الأمر. يعني لا تتبع نفسك، لا ترغب أن يأتي إليك هذا المال. يبقى مرة أخرى حديث الرسول في البخاري: ما جاءك الله به من هذا المال من غير إشراف، إشراف يعني تطلع نفس، ولا سائل يعني طالب، خذه وإلا فلا تتبعه نفسك. يعني ما تكونش حريص على أن تكون صاحب مال، إن جاءك من حيث لا تحتسب خذه. وهكذا هذا معنى الحديث باختصار، لأنه له قصة أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى عمر مال، الرسول أعطى سيدنا عمر مال وقال له خذ هذا المال، فقال عمر: يا رسول الله اعطيه لمن هو افقر مني. فقال له الرسول: هذا ما جاءك الله به من هذا المال من غير اشراف ولا سائل خذه، الى اخر النص. هذا مثال لروايه الاقران من الصحابه، اربعه منين؟ من الصحابه. مثال اخر وهو حديث رواه خالد بن معدان، خالد بن معدان عن كثير بن مرة، عن كثير بن مرة عن نعيم بن هبار أو همار، نعيم ابن هبار أو همار، فيها الباء الموحدة وفيها الميم، عن نعيم ابن هبار عن المقدام بن معدي كرب عن أبي أيوب الأنصاري عن عوف بن مالك. حاضر، هقولها تاني. هناك حديث للاختصار، يعني هناك حديث رواه نعيم بن هبار، ده صحابي، نعيم بن هبار صحابي، روى عن المقدام بن معدي كرب، هذا صحابي آخر، والمقدام بن معدي كرب روى عن أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري روى عن عوف بن مالك، في أربعة من الصحابة في نسق واحد. عوف بن مالك قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب متغير اللون. احنا بنقول مثال ثاني لروايه الايه؟ الاقران من الصحابه. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب متغير اللون، فقال: اطيعوني ما دمت فيكم، اطيعوني ما دمت فيكم، وعليكم بكتاب الله، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. الحديث مرة أخرى: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرعوب متغير اللون، فقال: أطيعوني ما أطعت الله، أو فأطيعوني ما دمت فيكم، وعليكم بكتاب الله، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه. هذا حديث
موجود في معجم الطبراني الكبير ورجال ثقات، وإن كان أبو حاتم الرازي قد ضعف هذا الحديث وذكر فيه علة ليس هذا مجاله. ذكرنا كم مثال؟ ذكرنا مثالين، أولهما حديث السائب بن يزيد، وثانيهما حديث نعيم ابن مين؟ ابن هبه. حضرتك لا، ما هم دول من التابعين. أنا قلت لا، نبدأ من الصحابة عشان ما طولش الموضوع. يبقى أول صحابي نعيم بن هبار أو همار، روى عن المقدام بن معدي كرب عن أبي أيوب الأنصاري عن عوف بن مالك قال خرج علينا رسول الله إلى آخر النصر. هؤلاء أربعة من الصحابة رووا الحديث واحد بعد الآخر، يقول تبع رواية الإيه؟ تبع رواية الأقران. مثال ثالث، لأن هذه الأمور تكاد تكون من النوادر مما جعل العلماء يفيدوها بالتصنيف. مثال الثنائيات موجودة عندنا خلاص. مثال ثالث لرواية أربعة من الصحابة في نسق واحد، حديث اجتمع فيه أربع من نساء الصحابة، اجتمع فيه أربعة من نساء الصحابة، ثنتان من أمهات المؤمنين وثنتان ربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح، رواه كم امرأة؟ أربعة من الصحابيات، ثنتان منهن زوجتان لرسول الله واثنتان ربيبتان للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم وغيره عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة. زينب بنت أم سلمة دي تعتبر إيه؟ ربيبة. أم سلمة التي زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام بنتها اسمها إيه؟ زينب. فسيدنا عروة بن الزبير روى عنها، أدي أول واحدة زينب، لا احنا بنتكلم عن الصحابيات بقى، زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الربيبة روت عن ربيبة أخرى وهي حبيبة بنت أم حبيبة. أم حبيبة اللي هي من؟ بنت أبي سفيان خلاص، اللي زوجها عبيد الله بن جحش تنصر في الحبشة. وخلي بالكم الحرف بيغلب بيغير المعنى. احنا عندنا اثنان من الرجال أحدهما يسمى عبيد الله بن جحش، ده تنصر، كان متزوج أم حبيبة وأنجب منها حبيبة، والرسول عليه الصلاة والسلام خطبها وهي عند النجاشي فأصدقها وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حبيبة دي تعتبر ربيبة لمين؟ يبقى زينب بنت أم سلمة روت الحديث عن حبيبة بنت أم حبيبة، وحبيبة هذه روت عن أمها حبيبة، روت عن أمها حبيبة، وأمها حبيبة، أم حبيبة روت عن زينب بنت جحش. يبقى عندي الآن زينب بنت جحش زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة، وحبيبة وزينب ربيبتان. قالت أي زينب بنت جحش رضي الله عنهن جميعا، قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فرأيته محمرا وجهه. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم مأجوج ومأجوج. الحديث وعقد عشرا. فقلت يا رسول الله أنهلك أو أنهلك؟ روايتان، وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا الحديث مثال لرواية الأقران، لكن هذا مثال للنساء الصحابيات. هذه النماذج الثلاثة
نظرا لتفردها وتميزها جمعها احد علماء الحديث وهو الحافظ عبد الغني ابن سعيد في كتيب صغير وسماه الرباعي في الحديث. سماه الرباعي في الحديث ويقصد ايه؟ يقصد ان هناك اربعه من الصحابه او من الصحابيات يعني روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث. جمع طبعا احنا قلنا فيه ثلاث امثله الان اربعه من الصحابه والمسائل الاخراني من النساء. نظرا لاهميه هذه الاحاديث وتميزها وتفردها قام الحافظ عبد الغني بن سعيد فعمل رساله او كتيب صغير سماه الرباعي في الحديث. يقصد ايه؟ أيوان رواية الأقران من الصحابة أربعة. نص الحديث مرة أخرى. نعم. السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ومحمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد عشرا كده. قلت يا رسول الله أنهلك أو أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الإيه؟ إذا كثر الخبث. هذا كما قلت لكم نموذج من رواية الأقران. أما قضية التدبيج الحقيقة الإمام ابن حجر رحمه الله ألف كتاب صغير سماه التعريج على التدبيج وكتاب آخر يسمى الأفنان في رواية الأقران. الأفنان جمع فنن وهو الغسل، وهو ده يعني له اسم تاني وهو المخرج من المدبج، نفس الكتاب هو. احنا الآن تكلمنا عن الأقران، خلاص ذكرنا ثلاثة أمثلة، انما احنا نريد ان نتكلم عن التدبيج بقى. احنا ذكرنا تدبيج من الصحابه عائشه عن مين؟ عن ابي هريره وابو هريره عن عائشه. من التابعين بقى، من طبقه التابعين محمد بن شهاب الزهري روى عن عمر بن عبد العزيز وهما قرينان. الزهري احنا بنتكلم على التدبيج في طبقه التابعين. اللي فات كان في طبقة مين؟ الصحابة. أبو هريرة عن عائشة وعائشة عن أبي هريرة. لا الأقران، لا إحنا قلنا الأقران أربعة. خلاص؟ إحنا بنتكلم أو قلنا كمان إن من التدبيج أن صحابيا يروي عن صحابي وصحابي تاني يروي عنه. وذكرنا مثال. طيب تدبيج في رواية التابعين، في طبقة التابعين. سيدنا عمر بن عبد العزيز متوفى 101 وسيدنا محمد بن شهاب الزهري متوفى 124 فهما ايه؟ قرينان. الزهري روى عن عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز روى عن الزهري. اصبح هذا من روايه الايه؟ ايوه هذا مدبج، كله ما دام كل واحد منهم روى عن الاخر ما في معنى. قبل 124 صح؟ الزهري ده لازم تحفظيه 124. في الطبقه اللي بعد ذلك أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قرينان. أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قرينان. ليه بقى؟ لأن أحمد ولد سنة 161 خلاص؟ وعلي بن المديني 164 فهما قرينان. كل واحد منهم روى عن الإيه؟ عن الآخر. ذكرنا
قرينان أو مدبجان، مدبج من الصحابة ومدبج من التابعين ومدبج منين؟ طيب في عندي قد يجتمع من الأقران في سلسلة يعني كبيرة جدا، يعني مثلا عندنا أحمد بن حنبل خلاص قرين لزهير بن حرب، وزهير بن حرب قرين لابن معين، وابن معين قرين لعلي بن المديني، وعلي بن المديني قرين لعبيد الله بن معاذ. يبقى عندي كم قرين الآن؟ أربعة خمسة. أحمد روى عن مين؟ عن أبي خيثمة زهير بن حرب وهما قرينان، وزهير بن حرب روى عن ابن معين، وابن معين يعتبر قرين لمين؟ لأحمد وزهير. أيوة، يبقى أحمد عن زهير عن ابن معين عن علي بن المديني وهو قرين، عن عبيد الله بن معاذ وهو قرين. عبيد الله بن معاذ روى حديث أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. نسمع الحديث وليه تعليق سريع عليه عشان ما نضيعش وقت. عن حديث أبي بكر ابن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت رضي الله عنها في رواية كنا أزواج النبي، كان أزواج النبي، كنا أو كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. تاني، كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا أزواج النبي صلى الله عليه أو كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. هذا حديث موجود في صحيح الإمام مسلم. الوفرة عبارة عن شعر الرأس إذا وصل إلى شحمتي الأذن، شعر الرأس إذا تدل إلى شحمة الأذن يسمى إيه؟ يسمى وفرة. طيب الكلام ده كان النساء زوجات الرسول بيعملوا هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم خلاص، لكن قبل وفاته ما كانت إحداهن تفعل شيئا في شعرها لأن شعر المرأة زينة لها. فالإمام النووي ونقل عن القاضي عياض أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يفعلن ذلك بعد وفاته تركا للتزين وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن، لأن الشعر يحتاج تنظيف وكذا وكذا، ففعلنا ذلك بعد إيه؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الإمام النووي أيد هذا الكلام وقال هذا متعين، يعني ده المفروض، ولا يظن فعله في حياته صلى الله عليه وسلم. يبقى الوفرة معناها إيه؟ إن الست أو الراجل يخلي شعره إلى إيه؟ شحمتي الإيه؟ الأذنين. في عندي حاجة اسمها الجمة، الجمة وهو الشعر إذا وصل إلى المنكبين، الشعر إذا وصل إلى المنكبين يسمى إيه؟ جمة. طيب إذا وصل الشعر إلى تجاوز شحمة الأذنين قبل ما يجي المنكب خلاص يسمى لما. يبقى أنا عندي الآن وفرة ولما وإيه؟ وجمة. أيوة، يبقى عرفنا كل واحدة منها. في عندي بقى اسمه تدبيج مقلوب، تدبيج مقلوب. يعني ايه تدبيج مقلوب؟ احنا عندنا تدبيج معناه ايه؟ طيب في تدبيج بقى بيبقى مقلوب بمعنى ايه؟ احنا عندنا مالك ابن انس، مالك ابن انس متوفى 179 خلاص، سفيان الثوري توفي 361 خلاص، وعبد الملك بن جريج توفي 150. خلي بالكم الترتيب ده عشان تعرفوا مقلوب. مالك 179 وسفيان الثوري 101 وعبد الملك بن جريج سنة كام؟ خلاص ده الترتيب الطبيعي. عبد الملك 150 ده الترتيب الطبيعي. إن المتأخر الوفاة ها يروى عن مين؟ عن متقدم الوفاة. إن الصغير يروى عن مين؟ لكن إحنا وجدنا مقلوب بقى. يبقى أنا عندي الآن مالك عن سفيان عن عبد الملك ده النسب الطبيعي. وجدنا الآتي أن ابن جريج
يروي عن سفيان وسفيان يروي عن مالك. أفهمونا؟ يبقى أنا عندي مالك عن سفيان عن ابن جريج، هذا النسخ الطبيعي. فوجدنا رواية عن ابن جريج اللي هو المتأخر يروي عن الوسط اللي هو سفيان، يروي عن المتقدم وهو مين؟ مالك. هذا يسمى تدبيج مقلوب. تاني آخر حاجة بقى، رواية مالك ابن أنس عن سفيان عن ابن جريج هذه نسخ طبيعي، فوجدنا تدبيجا مقلوبا أن ابن جريج اللي هو مولود 350 يروي عن سفيان المولود المتوفى 350، يروي عن سفيان المتوفى 161، يروي عن مالك المتوفى 179. يبقى الرجال هنا هم الرجال، لكن ده يعتبر ايه؟ يعتبر مقلوب، هيسمى تدبيج مقلوب. اقرا السطور الموجوده في الباعث الحديث. المخلوف اه يسمى مدبج مخلوف، بس ناخذ بيه. ايوه عادي، لان الروايه سليمه. نقرا كلام ابن كثير، معرفه المدبج وهو روايه الاقران. احنا عرفنا كلمه الاقران سنا وسندا، خلي بالك كأن هذا الكلام ظاهره يوهم أنك لا تسمى قرينا لزميلك إلا إذا كنت مقاربا أو مساويا في السن والإيه والرتبة. اكتفى الحاكم بالمقاربة في السنة فقط، قال يكفيني أنه تقارب في السنة في السن فقط. طيب وإن تفاوتت الأسنان، إذا هو تقارب في الرتبة العلمية، خلاص تقرب فين؟ في الرتبة العلمية. حتى واكتفى الحاكم بالمقاربة في المقاربة. ما هي المقاربة والمقاربة بمعنى واحد؟ ما احنا قلنا القرين معناها المقارب، مش قلنا الكلام ده؟ معناها المقارب. وإن تفاوتت الأسنان فمتى روى كل منهم عن الآخر سمي مدبجا. طيب إذا روى أحدهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه، هذا روايه الأقران مدبجا، كأبي هريرة وعائشة، هذا في طبق الدين صحابة، والزهري وعمر بن عبد العزيز في طبقة التابعين، ومالك والأوزاعي في طبقة الأتباع، وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني في طبقة التي بعدهم. فمتى لم يروي عن الآخر لا يسمى إيه؟ مدبجا، يسمى رواية أخرى. طبعا عندكم خطأ في الكتاب أرجو أن يصح. إحنا المحاضرة اللي فاتت صححنا في الهامش اللي هو أيوان عبد الله ابن عبد القادر، صححناه. النهاردة هنصحح إيه؟ في الهامش، في هامش ثلاثة، بدل عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن سعيد، عندكم عن سعيد، عندكم عن سعيد؟ لا، الصواب عن شعبة. عن شعبة عن أبي بكر بن حفص. خلاص؟ يبقى الخطأ هنا إيه؟ سعيد شعبة. بدل سعيد تبقى إيه؟ شعبة. بعد ذلك نعود إلى النوع الثالث والأربعون وهو نعم. أنت في الهامش، عندك الهامش، عندك هامش رقم ثلاثة. هامش رقم ثلاثة، خلاص؟ ثالث سطر في الهامش، ثالث سطر في الهامش، عندك سعيد ولا شعبة؟ لا، هي اللي يمكن نسختها مصححة. ها؟ تحت اثنين، ليه أولها قال في التدريب؟ أنت عندك الهامش رقم ثلاثة أوله إيه؟ لا، قال لا، قال في التدريب. عندك فين قال في التدريب؟ شوف يمكن الصفحه اللي بعدها، قال في التدريب خلاص بعد ثلاث اسطر. اي عن سعيد، هي عن شعبه صح. عندك عن شعبه؟ عن سعيد عن لا لا، صححي بدل سعيد شعبه. خلاص طيب. معرفه الاخوه والاخوات من الرواه، هذا كله خيطه واحد. فإما إذا الشأن في الرواية، الشأن في الرواية أنك تروي عمن هو أكبر منك سنا وأكبر منك رتبة. فلو أنه تم مغايرة هذا النسق
فوجدنا الكبيرة يروى عن الصغير تكلمنا عنه حين روى الرسول عن عن تميم الداري كويس، ووجدنا القرين أو الصديق يروى عن صديقه أو القرين يروى عن قرينه، وكلمنا هذا في هذا النوع اللي احنا كلمنا عنه. أحيانا بقى ترى أسرة فيها مجموعة إخوة وأخوات رواه علماء، اهتم علماؤنا بجمع هذه الظاهرة، وهي ظاهرة وجود مجموعة من الإخوة، وجود إيه؟ مجموعة من الإخوة، يا إما في نسق واحد مع بعض زي ما قلنا الأقران في نسق واحد. لذلك نحن في حاجة إلى معرفة هذا النوع حتى يعني لا يتوهم، لا يتوهم أن هذا الإنسان ليس بأخ، مع أنه في الحقيقة ونفس الأمر إيه؟ أخ، لأنهما يشتركان في الاسم واسم الأب، فهي تعتبر أخوة يعني. علماءنا أفردوا مصنفات في هذا الأمر في جمع الإخوة والأخوات. علي بن المديني له كتاب في هذه المسألة جمع فيه الإخوة والأخوات. الإمام مسلم بن الحجاج جمع كتابا في هذا. أبو داود جمع كتابا في هذا. نذكر أمثلة بنتكلم على هناك أسر يوجد فيها أكثر من أخ عالم، بنتكلم على علم الحديث. فمثلا عندنا أخوان من الصحابة، أخوان من الصحابة، هتصور الأمر سهل؟ لا، هم قلة جدا. أخوان من الصحابة، سيدنا عمر ابن الخطاب وأخوه زيد ابن الخطاب، اثنان من الصحابة، أخوان من الصحابة. مين سليم بقى؟ سيدنا عمر ابن الخطاب. طبعا وده قتل سنة كام؟ 23. طب وسيدنا زيد ابن الخطاب أخو سيدنا عمر، دول بقى يقولك إيه؟ عمر وزيد ابن الخطاب، عمر وزيد ابن الخطاب. سيدنا زيد ابن الخطاب قتل يوم اليمامة حوالي سنة 12 للهجرة، خلاص؟ طيب، اثنين، عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، يبقى دول أخوان منين؟ من الصحابة. سيدنا زيد بن ثابت له أخ يسمى يزيد، أخوان من الصحابة، زيد بن ثابت وأخوه مين؟ يزيد. سيدنا عمرو بن العاص له أخ من الصحابة يسمى هشام بن العاص، يبقى أخوان من الصحابة عمر وأخوه زيد، سيدنا زيد بن ثابت وأخوه يزيد، سيدنا عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، سيدنا عمرو بن العاص وأخوه هشام. ثلاثة من الصحابة إخوة، ثلاثة من الصحابة إخوة. سهل بن حنيف، سهل بن حنيف ده صحابي توفي سنة 38، له أخوان، واحد اسمه عباد والثاني اسمه عثمان، واحد اسمه عباد والثاني اسمه ايه؟ عثمان. يبقى عندنا سهل، سهل وعباد وعثمان، خلاص، بنو حنيف، ثلاثة إخوة من الصحابة. سيدنا علي بن أبي طالب له أخ يسمى جعفر وأخ يسمى عقيل، هؤلاء بنو أبي طالب، يبقى ثلاثة إخوة من الصحابة، حاضر، علي وجعفر وعقيل، بنو أبي طالب. عندنا أربعة من الصحابة إخوة، احنا قلنا اثنين مش كده؟ وثلاثة. عندنا أربعة من الصحابة إخوة، ولاد سيدنا أبي بكر، أولاد سيدنا أبي بكر، السيدة عائشة والسيدة أسماء وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر. يبقى عندنا اثنين من أخوان من الصحابة وثلاثة إخوة من الصحابة، وإيه؟ عندنا سبعة إخوة من الصحابة، أسرة مباركة، سبعة إخوة من الصحابة، هم
بنو مقر، سبعة إخوة من الصحابة هم بنو مقر. هم من السبعة؟ سيدنا النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وعبد الله، بنو مقر كلهم صحابة ومهاجرون، لم يشركهم أحد في هذه المكرمة من أنهم إيه؟ صحابة ومهاجرون. أولاد مين؟ بنو مقر. عندنا أيضا أولاد عفراء، أولاد عفراء معاذ ومعوذ وأنس وخالد وعاقل وعامر وعوف. ثاني يا دكتور، ثاني حاضر حاضر. احنا عرفنا بنو مقرن دول اهم خصيصه عندهم ايه صلاه، ان هم السبع الاخوه دول انهم مهاجرون. لم يعثر علماء الحديث على من يشركهم في هذا الوصف اللي هو الهجره. خلاص، ما هم صحابه، احنا كلام على الصحابه. في بقى عندنا اولاد عفراء ويسمى ويكونوا بنو عفراء، معاذ ومعوذ وأنس وخالد وعاقل وعامر وعوف. أنس خالد وعاقل وعامر كلهم شهدوا بدرا. ياس مكتوبة في الكتاب ياس. لا هي يعني سبعة إخوة بنو عفراء فأولادها إياسا لكن تراجع يعني تراجع رجعها يعني إياس تراجع يعني دول سبع إخوة كانوا إيه اشتركوا فين؟ في شهدوا بدر. في تسعة إخوة هم أولاد الحارث بن قيس، أولاد الحارث بن قيس بش وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس. دول تسعة يعتبروا صحابة. يبقى تاني أولاد الحارث بن قيس بشر وتميم والحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس، دول أيضا صحابة يعني ورد ذكرهم في الإخوة. إحنا اتكلمنا الآن عن الصحابة، ها اثنان وثلاثة وأربعة وسبعة وتسعة. عندنا من التابعين اثنان من التابعين إخوة، اثنان من التابعين إخوة، عمرو بن شرحبيل وأخوه أرقم، وهما من أصحاب عبد الله بن مسعود. عمرو بن شرحبيل وأخوه أرقم، ودول من أصحاب سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبعدين عندنا عمرو، دول ثلاثة من التابعين بقى، عمرو وعمر وشعيب بنو شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. تاني عندنا اثنين من التابعين إخوة، عمرو بن شرحبيل وأخوه مين؟ أرقم. دول من تلامذة أو من أصحاب عبد الله بن مسعود. عندنا أيضا ثلاثة من التابعين إخوة، عمرو خلاص وعمر وشعيب أولاد شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى دول ثلاثة إيه؟ عمرو وعمر ومن؟ وشعيب. في ستة إخوة من التابعين، ستة إخوة في التابعين، وهي أسرة ابن سيرين، محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة
وكريمة بنو سيرين. بسم الله. كانت أسرة عالمة الحي محمد بن سيرين وأخوه أنس بن سيرين وأخوهما يحيى بن سيرين ومعبد بن سيرين وحفصة بن سيرين بنت سيرين وكريمة بنت سيرين. هذه نماذج للإخوة والأخوات من الصحابة ومن التابعين. طبعا الشيخ ابن كثير ذكر هذا وأنا زدت عليه بعض الأمثلة من خلال الكتب الأخرى. بعد ذلك عندنا النوع الرابع والأربعون وهو معرفة أو رواية الآباء عن الأبناء نفس النسب. تدخل في الكبر على الأصل؟ نعم تدخل تحت الكبر. احنا قلنا الأصل، قلت لك قبل ذلك الأصل عندي رواية الصغير الكبير. لو اختل هذا الميزان هيصبح عندي يا إما رواية الكبير عن الصغير يا إما ومنه إيه رواية الأب عن ابنه خلاص أو رواية الأقران أو التدبيش. قلنا الكلام ده خاطئ. بعد ذلك عندنا النوع، أنا مش محتاج أقرأ بقى المبحث الإخوة والأخوات عشان ما نضيع، لكن اقرأهم وإذا يعني عنا لأحدكم شيء يبقى يقولهولي أنا ما عنديش مانع إن شاء الله. النوع الرابع والأربعون وهو رواية الآباء عن الأبناء. من خدمة علماء الحديث للرواة دراستهم لظاهرة رواية الأب عن ابنه، وهذا المبحث أو هذا النوع من الأهمية بمكان، لأن من الممكن طالب العلم وهو يقرأ مثلا أن العباس بن عبد المطلب روى عن ولده عبد الله يتصاهن قلب في خطأ، فنلفت نظره إلى أن هذا من رواية الآباء عن الأبناء ودي ظاهرة موجودة. طيب نأخذ أمثلة على ذلك. أولا سيدنا العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام روى عن ولده الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. ثاني حديث العباس ابن عبد المطلب وهو إيه؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده أكثر من واحد، عنده الفضل وعنده عبد الله إلى آخره، فهو ثبت أنه روى عنهما معا، فهو روى عن الفضل حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة. هذا النص من رواية العباس عن الفضل ذكره الخطيب البغدادي في كتابه رواية الآباء عن الأبناء. ولكن الحديث، وهذا هو بيت القصيد، ولكن حديث الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة متفق عليه من رواية أسامة بن زيد وعبد الله بن العباس. أتفهمونا؟ يبقى رواية العباس عن الفضل ده رواية تكاد تكون شاذة، لكن هي موجودة، لأن حديث الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة هو أصلا وارد من حديث أسامة بن زيد وسيدنا عبد الله ابن العباس رضي الله تعالى عنه. هذا نموذج من رواية مين؟ الأب بعد الابن أو الأب. مثال آخر، طبعا ده مش موجود في ابن كثير لكن سأذكره. رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن إحدى بناته تدخل رواية الأب عن الابن، وتدخل من رواية الكبير عن الصغير. رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن إحدى بناته أخرج الحاكم في المستدرك عن سيدنا عبد الله بن عمر قال: بينما نحن جلوس بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة. بينما نحن جلوس بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة فقال رجل من القوم: هذه ابنة محمد.
فقال رجل من القوم هذه ابنة محمد. فقال أبو سفيان إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة وسط النتن. ثاني عشان هيبني عليه حكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة فقال رجل من القوم هذه ابنة محمد. فقال وكان مشرك فقال أبو سفيان إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة وسط النتن. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الغضب في وجهه فقال ما بال أقوال تبلغني عن أقوام. وذكر ما أخبرته به من؟ ابنته. هذا يدخل في رواية الآباء عن الايه عن الابن. وهذا الحديث موجود في المستدرك للحاكم. ايوه هي نقلت فالرسول نقل هذا. هي نقلت للرسول والرسول حكى هذا. المثال الثالث من رواية الآباء عن رواية الأب عن بنته. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه كما في البخاري قال إيه؟ قال أنس بن مالك حدثتني ابنتي أمينة إن إحنا في زمان النهاردة أمينة. حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج بالبصرة 24 ومئة. يعني هو دفن من صلبه ومقدم الحجاج ده يعني كان متأخر. يعني كان سنة حوالي 75. الكلام يبقى أنس بن مالك لحد سنة 75 دفن من صلبه وصلب لأن رسول الله تعرفين قصته. اللهم بارك له في أهله وماله وولده وأدخله الجنة. ففي البخاري أن أنس بن مالك قال حدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج بالبصرة 24 ومئة. يبقى المعلومة دي خدها من من؟ من ابنة أمينة. وده حديث موجود في البخاري في كتاب الصيام. ابن الجوزي رحمه الله له كتيب جميل جدا يسمى تلقيح فهوم أهل الأثر. تلقيح فهوم. ذكر أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة حديثين. دي باب رواية الآباء عن الأبناء. أبو بكر الصديق روى عن ابنته عائشة حديثين. وأمها أم مين؟ أم عائشة اسمها أم رومان. روت عنها عائشة أيضا حديثين. في طبقة في بقى نخش بقى على الكلام بتاع ابن كثير. ضربنا أمثلة الآن لمن؟ لرواية الآباء عن الأبناء سواء من رواية احنا قلنا ايه سواء من رواية العباس عن ولده الفضل او من رواية الرسول عن ابنته او من رواية انس بن مالك عن ابنته او من رواية ابي بكر الصديق عن ابنته عائشة الى غير ذلك. دكتور معلش طب الحديث اللي هو رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنته انا مش فاهمه معنى الحديث. يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الحديث في المستدرك له روايتان. في رواية تقول ما بال أقوال تبلغني عن قوم. هذا التشبيه. وبعدين الرحمة وسط النتن. يعني هل بني هاشم مثل النتن؟ ده بني أشرف الناس. ده ربنا الرسول أخبر أن الله اصطفى بني هاشم. فكيف أنت تجعلهم كالنتن؟ فهذا اعتراض. ففي رواية عندهم إن ما بال أقوال تبلغني عن أقوام. في رواية ما بال أقوام يبلغني عنهم أقوام. فاعتراض الرسول هنا أولا هو ناقل عن من؟ عن ابنته رضي الله تعالى عنها. الأمر الثاني أن كون أبي سفيان أصل أبو سفيان ده يعني قبل أن يسلم كان عنده وخز للرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم. حتى وهو في موقف المواجهة بينه وبين هرقل
في قصة رقل مع أبي سفيان، وكان في الوقت ده مشرك، كان سنة 6 من الهجرة، يعني في وقت صلح الحديبية. فهرقل بيسأل، أولا كان هرقل سأل أبا سفيان حوالي 10 أسئلة، وأبو سفيان كان في معظم هذه الأسئلة صادق. كيف نسبوه فيكم مثلا؟ يقول له هو فينا ذو نسب. هل قاتلتموه؟ يقول له لا، الحرب إلى آخره. فقال له بقى عشان تشوف النحس بيقول ايه، هل يقدر؟ ده هرقل يسأل مين؟ هل يقدر؟ فقلت لا، ولكن نحن في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. فبقول ايه؟ بقول ده السؤال الوحيد اللي قدرت انتقص من قدر محمد فيه. فهو كان يعني ايه بيعمل لانه مشرك. فهو هنا قال شبه بني هاشم بايه؟ بالنجم. وهذا لا يليق، لان رسول الله اصطفاه الله، اصطفى قريشا واصطفى من قريب، اصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فهمتيها؟ بعد ذلك عندنا في طبقه التابعين بقى المثال اللي ساقه ابن كثير. هو قال هنا بقى، قال روى العباس عن اقراها بس، معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وقد صنف فيه الخطيب كتابا، وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وأنا أضفت إيه؟ حديثين. وروت عنها أمها أم رومان أيضا، وذكرت حديثين. قال وروى العباس عن ابنيه عبد الله والفضل، أنا ذكرت مثالا. وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر ابن سليمان، ما في مشكلة عندنا. وروى هنا بقى، وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر ابن أبي داود. وروى أبو داود هو المحدث صاحب كتاب السنن، روى عن ابنه أبي بكر، يبقى ده من رواية الايه؟ ما في مشكلة إلى الأولى خالص، يعني الكلام ماشي مستقيم، وهو كله بيصب في أن رواية الآباء عن الأبناء موجودة في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين وفي طبقة أتباع التابعين ومن بعدها. طيب، ثم ذكر ابن الصلاح، ذكر الشيخ ابن كثير نقلا عن ابن الصلاح ماذا قال بقى؟ وروى سفيان بن عيينة، وانتبهوا بقى، وروى سفيان بن عيينة عن وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. إيه الكلام ده؟ إحنا عندنا وائل له ولد اسمه بكر، يبقى الأب وائل والابن مين؟ والابن بكر. فوائل هذا روى عن ابنه بكر، ما هو بقى وائل ابن بكر ابن وائل، يبقى جد وائل اسمه ايه؟ وائل. وابوه اسمه ايه؟ بكر. لا، بكر ابن وائل. طيب، بكر ابن وائل روى وائل عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله اخر الاحمال فان اليد مغلقه والرجل موثقه. هذا الحديث هو دعوه الى الرفق بالحيوان، دعوة إلى الرفق بالحيوان. وقديما في الريف كان عندنا جمعيات كثيرة جدا يطلق عليها جمعية الرفق بالحيوان، وقد رأيتهم وهم يجوبون شوارع الريف يأخذون دابة الرجل الفلاح الذي يحملها فوق طاقتها أو يهينها ضربا، فيسحبون منه هذه الدابة أو هذا الحمار ويضعونه في مكان كان يسمى
بتعبيرهم اللي هو ايامها التركي انا الشفخانه ايوه الشفق يعني الشفقه يعني. هذا الحديث الحقيقه نموذج لرفق بالحيوان، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اردت ان تضع حملا على ظهر الدابه لا ينبغي عليك ان تضعه لا في مؤخره الدابه على عجوزها ولا عند رقبتها، لان اليد مغلقه، اليد مغلقه والرجل موثقه، فهذا حمل ثقيل، كيف تتقدم اليد وعليها حمل ثقيل؟ واذا كان الحمل الثقيل على العجوز فكيف تتحرك الرجل؟ انما دعها فين؟ فهو أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثقة. قال الخطيب البغدادي لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني رواية وائل عن ابنه إيه؟ عن ابنه بكر. طبعا في حديث ثاني وائل عن ابنه بكر، حديث ثاني غير موجود هنا. حديث وائل عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. هذا برضو من رواية مين؟ ها؟ أيوان من رواية وائل عن وائل أو روى أو عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس عن النبي كان نفس السند هو. طيب بعد ذلك قال الإمام ابن كثير عن الشيخ ابن الصلاح ثم روى الشيخ أبو عمرو، خلي بالكم هنا بقى في نوع محتاج مني الى شيء من ثم روى الشيخ ابو عمرو عن ابي المظفر في غلط عندكم في الكتاب. ثم روى الشيخ ابو عمرو عن ابي المظفر عبد الرحيم، ماذا بعد كلمه عبد الرحيم عندكم؟ ها؟ لا، بعدها عبد الرحيم ابن الحافظ. ايوه، عن ابي المظفر عبد الرحيم ابن الحافظ أبي سعيد المروزي عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا أحضروا موائدكم البقلاء. نص عندكم؟ أحضروا موائدكم البقل. البقل ده نبات بيتغذى به الإنسان يشبه الفجل، الجرجير، الجزر، الخضروات التي توضع تعمل بها السلطة، هذا يسمى البقل، ولذلك البقوليات. فالرسول بيقول طبعا هذا حديث موضوع، احضروا موائدكم البقلة فانه مطردة للشيطان مع التسمية. ايه الحكاية دي؟ الحديث ده الحقيقة لما ننقل كلام ابن الصلاح هنفهمه كويس قوي. لما ندخل لازم تتعودوا ان احنا ناخد المعلومة من المنبع. ماذا قال ابن الصلاح؟ ابن الصلاح قال حدثني أبو المظفر. ومن هو أبو المظفر؟ اسمه عبد الرحيم، خلاص، ابن الحافظ أبي سعد المروزي رحمهم الله، خلاص. إلى هنا كلام واضح. قال حدثني ولدي أبو المظفر. من اللي بيقول بقى حدثني ولدي؟ اللي هو أبو سعد. حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله. الابن بيروى عن مين؟ الأب بيروى عن مين؟ يبقى عبد الرحيم. يبقى حدثني ولدي أبو المظفر عبد، يبقى أبو سعد المروزي قال حدثني ولدي أبو المظفر عبد الرحيم من لفظه وأصله، فذكر بإسناده عن أبي أمامة أن رسول الله قال كذا وكذا. أحضروا موائدكم الإيه؟ طبعا الحديث ده في سنده راجل اسمه العلاء بن مسلمة الرواس، العلاء بن مسلمة الرواس متهم بالوضع. وعن إسماعيل بن مغراء الكرماني عن إسماعيل بن عياش عن برد عن مكحول عن أبي أمامة أن رسول الله قال كذا وكذا. إذا هناك ظاهرة موجودة في كتب المصطلح تتمثل في رواية الآباء عن الأبناء، لكن هنا مشكلة تبين
تبينت ظهرت للعلماء وهي إيه؟ في عالم اسمه المنجنيق، عالم اسمه المنجنيق، وده تقريبا متوفى سنة 623 600 يعني في الحدود دي، له كتاب اسمه الأكابر عن الأصاغر. الأكابر معناه الآباء عن الأبناء، الأكابر عن الأصاغر. قال بسنده مين اللي بيقول؟ المنجنيق. قال بسنده عن أبي بكر الخطأ بقى، عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء شفاء من كل داء. إلى خطأ كبير. شوف علماء الحديث بينتبهوا لكل شيء في السند. تالي بقى، يبقى المنجنيق روى في كتابه الأكابر عن الأصاغر حديثا بسنده إلى من؟ إلى أبي بكر الصديق، كده كده، عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله في الحبة السوداء شفاء من كل داء. أبو بكر المذكور هنا ليس هو الصديق، أبو بكر المذكور هنا هذا خطأ بقى. أبو بكر لأن إحنا لو اعتبرناه أبو بكر الصديق من رواية مين؟ الأب عن ابنته. إنما لا، أبو بكر هنا ليس هو الصديق، إنما هو اسمه أبو بكر ابن أبي عتيق. أبو بكر ابن أبي عتيق، أو بتعبير واضح أبو بكر ابن محمد. خلي بالك بقى، أبو بكر ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، تبقى عائشة عمة أبوه، يعتبر هو حفيد عبد الرحمن. حفيد عبد الرحمن أخو مين؟ أخو السيدة عائشة. تاني بقى، يبقى المنجنيق أخطأ حين وصف الراوي أبو بكر هنا بأنه الإيه؟ بأنه الصديق، وليس هو أبو بكر الصديق، إنما هو أبو بكر ابن أبي عتيق. وأبو عتيق اسمه إيه؟ اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه. يبقى ده عمته تعتبر عائشة في منزلة إيه؟ يبقى هو روى عن مين بقى؟ عن عمته، وليس أبو بكر الصديق يروى عن ابنته. كيف ده عم ده عمده هو إيه في السند عن أبي بكر؟ الصديق. عن محمد عن عائشة. أيوان. المشكلة هنا دقة السند عن أبي بكر فقط. خلاص، وأبو بكر هنا مين؟ ليس الصديق، هو توهم أن هنا الإيه؟ وأدخلها في رواية مين؟ الأباء عن الأبناء. فذكر العلماء، فحتى كما سنق ابن الصلاح يقول: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط، إنما رواه أبو بكر عبد الله ابن أبي عتيق، وأبو عتيق اسمه إيه؟ محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن عائشة. يبقى هنا أبو بكر يعتبر إيه؟ بمنزلة عن عائشة، بمنزلة إيه؟ عمتي. فهذا أمر التفت إليه العلماء. من قبيل، هذا كلام ليس في الـ في الـ في الـ هنا، من قبيل رواية الآباء عن الأبناء ما ورد في البخاري أن أبا بكر الصديق في مرض موته سأل عائشة: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كفناه في 3 أثواب. إذن أبو بكر الآن روى عن مين؟ عن عائشة. وسألها أيضا: في أي يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في البخاري. إذن هذا يدخل تبع رواية الإيه؟ الآباء عن الأبناء. ومما يندرج في هذا النوع، رواية أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو طالب أكبر سنا، فهو بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الأب. فروى أبو طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال، أي أبو طالب: حدثني محمد أن الله أمره بصلة الأرحام. حدثني محمد، يقصد ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، أن الله أمره بصلة الأرحام.
طبعا هذا الحديث لا يصح، لكن هو ثقه في مقام روايه. ما انا قلت مما يلحق بهذا، احنا نقول النص ونحكم عليه، يبقى هذا لم يصح. وقول ابي طالب سمعت الامين ابن اخي يقول، قول ابي طالب سمعت الامين ابن اخي يقول اشكر ترزق ولا تكفر فتعذب، ايضا رواه ابو طالب عن مين؟ عن ابن اخيه صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا سنده ضعيف. اشكر ترزق ولا تكفر فتعذب، هي حكمة صادقة، إنما هي لم يثبت سندها واعتبرت من قبل رواية الآباء، لأن أو في منزلة الأب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذا القبيل نقد الصحيفة التي كتبتها قريش في حصار بني هاشم. أنتم عارفين أن قريشا حاصرت بني هاشم في الشعر، وكان هناك صراع بينهم بين بني هاشم وبني المطلب، وعلقوا هذا في جوف الكعبة سنة 7 من البعثة، ودام الحصار كما تعلمون 3 سنوات. فجاء الوحي إلى رسول الله وأخبره بأن الله سلط الأرض، الدويبة الصغيرة دي، فأكلت ما في الصحيفة وتركت كل مكان يذكر فيه اسم الله. فأخبر الرسول أبا طالب بذلك، فقال أبو طالب لقريش إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط. يبقى أبو طالب روى عن مين؟ عن ابن أخي أن الله أخبر سلط على صحيفتكم الأرض. أهم طبعا من عندنا من هذه الأمثلة سواء في التابعين أو في طبقة التابعين، ونكتفي باللي احنا قلناه الآن. أهم المؤلفات في ذلك الإمام الخطيب البغدادي ذكر كتابا ذكر فيه رواية الآباء عن الذين أبنائهم الذين يرمون عنه. انتهينا من رواية الآباء عن الأبناء. بعد ذلك عندنا النوع 45 رواية الأبناء عن الآباء. وده رجعنا للأصل. خلاص رواية الإيه؟ الآباء الأبناء عن الآباء. دكتور الحديث بتاع الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء، طبعا في سقط في السند، لأن عبد الله بن عتيق اللي هو حفيد أو تبقى السيدة عائشة عمة والده، إزاي روى عن السيدة عائشة مرة واحدة يعني؟ ما هو القضية، لا احنا المشكلة عندنا في الصديق، وصف أبي بكر الصديق بس، احنا بنصح ان ليس لا يكون وصفه ليس هو الصديق حتى لا يتوهم ان أبا بكر الصديق الخليفة روى عن ابنته، فهذا هو التصحيح. بعد ذلك عندنا النوع 45. طبعا هذا كما قال زميلكم هذا هو الأصل الذي تبنى عليه الرواية، أن الصغير يروى عن الكبير وأن الابن يروى عن إيه؟ عن أبيه. إنما هذا النوع يتفرع إلى نوعين، يتفرع إلى نوعين: رواية الرجل عن أبيه أو رواية الابن عن أبيه فقط، وده أمر إحنا قلنا إيه؟ كثير، لكن هنذكر مثال في رواية الإيه؟ لأن هما مسألتان، أن يروي الابن عن أبيه، وده ظاهرة عامة كثيرة جدا. الصورة الثانية أن يروي الابن عن أبيه عن جده. دي بقى ديت اللي فيها إشكال، أن يروي الابن عن ابن هذا ظاهرة، لكن الشيخ ابن كثير وغيره ساق مثالا لرواية، أو هو لم يذكر الحقيقة لكن إحنا بنذكره علشان نفهم. رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه، أو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه. يا شيخ عمر دعك من الكتاب، أنا أضيف على ما في الكتاب، لكن اللي في الكتاب عندنا
حوالي 7-8 أسطر وأنا يعني أفيض فيه. رواية الرجل عن أبيه مثل رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه. قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ اسمحوا لي مع السلامة. السلام عليكم. لا معلش ممكن تديني فرصة نص ساعة بس. السلام عليكم. أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ يبقى رواية أبي العشراء الدارمي خلاص عن أبيه. قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما لو طعمت بها في فخذها لأجزى عنك. طعمت بها في فخذها لأجزى عنك. احنا قلنا الحديث ده قبل كده أظن. ده حديث يلجأ إليه عند الضرورة لأن الذبح الحيوان لا يكون إلا في الرقبة. ذبح الحيوان لا يكون إلا في الرقبة سواء كان ذبحا أو نحرا خلاص. فهو بيسأل الرسول أما تكون الزكاة الذكاء اللي هي النحر أو الذبح إلا في الحلق واللبة؟ اللبة اللي هي الجوزة اللي موجودة هنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما لو طعنت بها في فخذها لأجزى عنك. بمعنى إيه؟ لو أنك وجدت جملا تريد أن تذبحه فقطع الحبل وجرى، طيب كيف تعمل؟ كيف تصل لكي تذبحه؟ من الممكن أن ترميه بحربة أو تطلق عليه نار في فخذه خلاص. أو البهيمة التي وقعت في بئر، لو أن البهيمة وقعت في بئر ودلت رأسها في عمق البئر كيف نأتي برأسها؟ فنحن نطعنها فين؟ ولذلك العلماء قالوا هذا الحديث إنما يكون في حالة خاصة ليس حكم عام، إنما يكون في النافرة والمتردية في البئر والمتوحشة. طيب هنا بقى الحقيقة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه. الأب هنا مبهم في كل الروايات، مبهم. هو صحابي، هو صحابي خلاص. ولم يأتي أبو العشراء إلا بكنيته. يعني شوف في مشكلتين عندنا، أبو العشراء لم يذكر إلا بالكنية، وأبوه لم يذكر إلا مبهما. ولكن العلماء إحنا عندنا علم اسمه علم المبهمات، إن شاء الله ربنا إن نشرحه بعد كده. المبهمات بحث العلماء في محاولة تحديد اسم والد أبي العشراء وتحديد اسم أبي العشراء، فتبين أن أصح الآراء أنه يسمى أسامة بن مالك. أسامة ابن مالك ابن قطم، قطم كما ذكر ذلك ابن سعد في كتاب الطبقات. يبقى أبو العشراء اسم أسامة خلاص، ووالده يسمى إيه؟ مالك. يبقى لما يقول عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه يبقى ده من قبل رواية الإيه؟ الابن عن أبيه. نعم أبو العشراء مكنى والأب مبهم، لكن تبين لنا بالدراسة أن أبا العشراء يسمى أسامة ووالده يسمى مالك. أما النوع الثاني وهو الشديد، أن يروي الابن عن أبيه عن جده، يروي عن أبيه عن جده. يبقى هنا ليس الأب عن ابن فقط، إنما دخلنا إلى موضوع الإيه؟ دخلنا إلى موضوع الجد. هذا النوع يحتاج إلى طول نفس إن شاء الله. المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عنه، لأن فيه مشكلة حول هل يحتج بسند فيه فلان عن أبيه عن جده. وحنذكر إن شاء الله سنذكر سندين، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إحنا قلنا عمرو يعني ثلاث إخوة، عمرو وعمر وشعيب. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيضا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. هنتكلم على هذا إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.